السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع قوي جدا أو منصة بلاتفورم عبارة عن تنظيم للشغل بتاعك اسمها أكونكس، بتلاقي فيها تنظيم للإيميلات بشكل قوي، بيقول لك نوع الإيميلات إيه، تقدر تفلتر بشكل قوي، تقدر ترفع الملفات بتاعتك، حتى ملفات البيم تقدر ترفعها، تقدر تعمل وورك فلو في تاسكات. يعني لو في مدير مثلا كلفك بتاسك معين، فبتبدأ تلاقي التاسكات، يقول لك التاسكات دي جايه لفلان او جايه ليك او جايه، او انت مثلا موجود في السي سي، يبدا يجيب لك التاسكات اللي موجوده في المشروع اللي المفروض ان انت تعملها. تقدر تشوف المودلز، ترفع المودلز هنا وتقدر تشوفها وتستعرضها، اي مودلز من مودلز البيم، تختار الموديل من هنا وتبدا تستعرض الموديل. هنا حاجات خاصه بالدوكيومنتس، فممكن تقول له ابلود، هبدا ارفع ملف جديد، فبتبدا تحدد الرقم بتاعه والريفيجن والتايتل والتايب والستاتس والسيبلين. ده يفيدك ان انت لو بتدور هتقدر تقول له انا عايز السيبلين، عايز اشوف الحاجات الخاصه بالسيفل، بيعمل لك ليها فلتره، فده بينظم لك الشغل. لو في اي ملفات عايز ترفعها تقدر ترفعها هنا، سواء وورد بي دي اف اللي انت عايزه، تقدر تقول له المهمه المفروض تخلص امتى ومين اللي عمل الحاجه ديت، والهاند اوفر لو انت بتخلص المشروع. ممكن تقول له انا عايز ارفع اكتر من ملف، عايز اعمل سيرش على الحاجات اللي خدت ابروفال، عايز اعمل سيرش على الحاجات هكذا. تقدر تحدد ايه الحاجه اللي انت عايز تعمل عليها سيرش. الايميلات فيها حاجات منظمه اكتر من حتى من الاوتلوك، ان هو مخصص الموضوع ان انت تعمل فلاتر معينه تظبط الشغل بتاعك بطريقه سهله. التندر لو في حاجه مطروحه تقدر تعمل سيرش عليها، تقدر تخصص الحاجات اللي فيها في ورك فلو، بحيث ان انت تقدر تظبط، مثلا تقول له مثلا لو حاجه المفروض فلان اللي يعملها يبقى تحصل كذا، لو في حاجه خلصت في اقل من 7 ايام المفروض كذا، لو في حاجه استلمناها من فتره كذا، تقدر تعمل ورك فلو بالشكل دوت، بحيث تقدر تتابع الشغل. في سبلايرز، لو في سبلايرز بعتين اي دوكومنتس تقدر تشوفها، لو تقدر تعمل فلتر على الحاجات اللي جايه من السبلاير. هنا البروجكت المشروع تقدر تشوف الملفات اللي فيه، تقدر تشوف احصائيه بالشغل عامل ازاي. فهي المنصه قويه جدا، بتسهل عليك الشغل، بتنظم الشغل بتاعك.